خبر حلو، تمام. رجلها اتحسنت كتير، بدأت تقف عليها وتلعب عليها، الحمد لله. ده خبر حلو. حاجة تانية، بخليهم ياكلوا عيش. ده عبارة عن عيش مبلول، عيش مبلول بالمية فقط لا غير. مجوعهم، جوعتهم، بعد كده حطيته لهم. ليه؟ والله ما افترى ولا أسوأ. هو الفكرة وما فيها ان انا عايز اعودهم على أسوأ الظروف. بس يا اخو، بس يا اخو، خد كل، تعالى. أسوأ الظروف ياكل، معيش في جيبي جنيه ياكل، برضو اجيب 3 رغيفة باللهم في مية واحطهم له ياكل. ده اهم حاجة عنده، مش عشاني، علشانه هو، عشان ما يموتش من الجوع. اي حاجة يعود نفسه ان هو ياكل اي حاجة، تمام. دي حاجة انا بحب ادرب كلابي عليها. دول كانوا 3 رغيفة ما شاء الله، هما الاتنين ابتدوا ايه يدوسوا فيهم. للعلم، للعلم، انا يعني مش هاكلهم كده وبس، انا بس اهم حاجة هما يتعودوا على ده، يتعودوا على ده كأكل. تمام. كمان اهي بتدوس اهي، ما شاء الله. تمام. اهم حاجة ان انت تعود كلبك على اي اكل. تمام. بص، تمام، هي ابتدت ترجع تاني وبقوة. تمام. ابتدت ايه، تلعب وتتحرك، وكبرت الجزمة. فاكرين دي لما كانت جاية كانت عاملة ازاي؟ الحمد لله ربنا كرمنا فيها، يعني الوجع خف، ابتدت تقلل، رفعت رجلها من على الارض، ابتدت تلعب، بقت تتحسن الحمد لله اكتر. بس خوف عشان ما تقعش من على الترابيزه دي. دي حاجه مفرحاني جدا انها ابتدت تخف الحمد لله، رغم ان انا ايه شكيت للحظه في العلاج اللي انا بديهولها، او في طريقه العلاج يعني. بس الحمد لله ربنا كرم. الحاجات دي يعني الادويه والحاجات دي انا بروح اسال الصيدلي، مش بفتي من دماغي، بقول له انا عايز مضاد حيوي للاطفال. تمام. اهو الحمد لله كرم. تمام. ده ايه الوجبه بتاعت العيش، يعني بشغل دماغي من حيث اجيب لهم شويه لحمه مفرومه صغيرين، هستعملهم تريتس، دول ب15 جنيه لحمه مفرومه. تمام. حبة صغيرين اهم، دول هستعملهم تريتس بحيث ان انا هدربهم، وعندي شوية دراي هحطه لهم ستوك كده ايه وهم بياكلوا يعني. طبعا بص، شايف اللحمة المفرومة هتتجنن. الحمد لله. بص، بالنسبة للعلاجات دايما خش على النت اسأل، ان هم كأنهم كأطفال يعني. علاج مثلا الاسهال هتلاقي حاجات كلها بتاعت بني ادمين، يعني ادوية كلها بشر، اشتغل بيهم. لو كلبك كبير استخدم ان هي حاجات بتاعت ناس كبار بني ادمين. يعني المضاد الحيوي ده انا جايبه للاطفال، وقايل للدكتور على اساس ان هي طفل يعني، بتاع الدكتور الصيدلي. ولما لقيته بيقول لي يعني عايز تفاصيل وسنه كام، قلت له بصراحه هو جاره صغير عنده شهرين، وانا شغال معاه عشان العربيه ده 6 رجل وكده. فالدكتور احترم ده والحمد لله. ايه اداني، بص رفعت رجلها اهي، بس في المعظم ما بقتش ترفعها، بقت تستخدمها وتقف عليها الحمد لله. فبنشتغل مع الكلاب زي البني ادمين او زي الاطفال لو هم جراوي، انا قصدي في الادويه عشان محدش يفهمني غلط. تمام. هشتغل بقى شويه تدريب بالتريت دي، مش عارف هعرف اصور ده ولا لا، بس هحاول يعني. تعمل السفله تامو، وقفلنا وقفة شو لاين. تامو مكسوف. بص هنا، بص دي أول مرة تتربط، يعني ربطتها قبل كده، ربطتها بسلسلة في الكولدير. تامو لو كان فيها خير ما كانوش ربطوها في الكولدير. لسه رجلها تعبانة شوية، بس الحمد لله رجلها اهي، بس الحمد لله يعني بتقف عليها وابتدت ايه تشتغل معاها. خلاص بقى تعمل بقى، زعلان عشان مربوط على فكرة، مش حابة الرابطة، بس مش حابة تفلفص ولا تعمل حركات. خوفو البي، ست كبيرة معدية هي وبنتها وشايلين بيبي جرى عليهم، فطبعا متعاقب ومربوط.
وناديته مرتين وما جاش، تعاقبه مربوط ودخلته جوه نص ساعة، كل ما يطلع اقول له خش جوه تاني عشان كده ايه اللي هو الباب مفتوح ومش هتطلع بره، ده عقاب. اللي مضايقني بقى ان الست طبعا عشان مش عارفاني فراحت قايله لي يا رب تصحى الصبح تلاقيهم الاتنين ميتين، فزعلتني والله. بس هي عندها حق، لان ما ينفعش كنت اسيبه، انا متعود باجي بالليل متاخر ابقى مسيبه عشان ما فيش حد. اصلا شارعنا دلوقتي بص عامل ازاي، مفيش حد خالص، الشارع فاضي، هو يعتبر ممر، فما فيش حد، فببقى مسايبهم شوية يلعب، فما خدتش بالي ان هم معديين وحصل الموقف ده. ربنا يسامحنا بقى، بس بعد كده خلاص هيتربطوا معظم الوقت عشان ما يتكررش موقف زي ده تاني. فخلي بالكوا يا جماعة في موضوع مثلا ان انت تبقى مسايب كلبك وفي ناس وبتاع، في ناس بتخاف. انا ما كانش قصدي ده حد ولا روع مسلم، لان ده النبي عليه الصلاة والسلام قال ليس، استنى عشان اقول كلمتين يا حم، ليس منا من يروع مسلما، ليس منا دي اللي هو مش في ملة الاسلام اصلا، فدي حاجة يعني حاجة كبيرة اوي ان انت تخوف حد مسلم، سواء بقى في رمضان الناس اللي بترمي حاجات بتفرقع وبومب وصواريخ والكلام الفارغ ده، سواء يبقى عندك كلب وتخوف بيه الناس، سواء الحاجات دي. انا مش قصدي اخوف حد، ان الفكرة بس ان انا كنت مسيبهم الاتنين، واللي حصل حصل، وكنت بنضف جوه يعني، فالحمد لله جت على قد كده. المخاوف بتاعها ابتدت ايه، عايزة تشد وتتحرك براحتها، بس طولي قدام كده مربوطة في الكولدير زي أي كوباية. فهي أنا معلقها شوية كده تتعود على الربطة، هي بس إيه هايبة موضوع الربطة ومتضايقة، بس شر لابد منه أموزها. مخوفاتي متضايق من الربطة برضه، متعود بيبقى سايب ويجري ويلعب، فمتعاقب النهارده اللي حصل حصل بقى. والله عايز اتاسف للست، بس انا لما لقيتها بتدعي عليهم اتضايقت وقلت لها شكرا يا ستي ومشيت دخلتهم جوه. فيعني قدر الله ما شاء فعل، مش عارف فيه كله ورا بعض ورا بعض، هوب هوب تخ تخ، بس قشطه ماشي. الحمد لله. أنسة طعمه خلاص، كبرنا وحلوينا ومحدش بقى قدينا خلاص. والحمد لله رجلنا خفت واقفين عليها اهو، بس يا عم تلحس الكاميرا، بس رجليها اهي خفت خلاص الحمد لله، وبقت تضرب خوفه. شغل تسول ده، بص اللعب بص بقينا ايه، الحمد لله. دلوعة تعمل، هتطلع دلوعة اوي بس مسيطرة الحمد لله، ربنا عدانا من الأزمة على خير الحمد لله، بقينا زي الفل، وهو هوب لهو. وبنلعب وزي الفل الحمد لله، وبنتنطط. دي اللحظة اللي ايه عارف انت هتتبسط خلاص، الحمد لله ربنا سترها. طالما رجعت تضرب خوفه وتنكشه من غير ما تصوت ولا بتاع، تعرف ان هي خلاص في منتهى السعادة دلوقتي الحمد لله. على الصعيد الاخر تعالوا بقى هنا شوية بقى، في غيتي الصغيرة اللي في الدكان، الزغلول اهو اتفطم، استاذ مرزوق خلاص. انا بتعض يا جدعان، الكلاب بتعضني من رجلي.
كبر ما شاء الله، وخلاص حجمه قرب من حجم ابوه يعني، الصلاة على النبي. ورزقة استحلت موضوع الزغلول الواحد والست هانم بيضالي بيضة واحدة بقالها 3 ايام، فخلاص مش هتبيض تاني، يمكن 4 ايام كمان مش هتبيض تاني خلاص. هي حابة فكرة انها ايه تبيض زغلولة واحدة وتأكله وتشتري دماغها من وجع القلب. فقشطة يعني، مفيش مشكلة، بنتنا وبتريح خلاص. مرزوق ربنا هيكرمه وهيروح يطير في العطارين كمان اسبوع كده ولا حاجة، او ممكن كمان على يوم الحد يروح هناك يطير في العطارين بقى، خلاص هيطيروا في العطارين. بص رجلي بتتبهدل تحت، بص كل ده. خلاص يا جماعة، يا جدعان، خلاص خلاص، خوفه خلاص، اطلع بره يا خوف، اطلع بره، اطلع بره، سمعت؟ لا مش عايزك جوه، اطلع بره، يلا اطلع بره، خلاص خلاص اطلع بره. بهدلوني، خش جوه جوه على طول، اقعد اقعد مكانك. بص كده انا هقفل عشان ايه بواخت كده، هزار ببواخ. لسه بتحب سريرها ومحتفظة بيه، طلعتهولها بره بقت تنام عليه برضه.